النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي. بقيادة الرئيس بايدن أصبحت شراكتنا في الناتو أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى. إن التناقض واضح جداً بين رئيسنا جو بايدن الذي يحشد الحلفاء من أجل الديمقراطية وسلفه دونالد ترامب الذي يتقرب من بوتين. يجب أن تسود الديمقراطية، وستسود هنا وفي الخارج. السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل: لم يكن العدوان الروسي في أوروبا والإرهاب المدعوم من إيران في الشرق الأوسط حدثين منعزلين، إنهما إشارتان واضحتان للغاية على المد المتنامي الذي يهدد الريادة الأمريكية والنظام العالمي الحالي الذي دعمته الولايات المتحدة خلال 3/4 قرن. إن التهديدات التي تواجه الغرب اليوم ليست لها مثيل منذ أجيال، إن ردعها والانتصار عليها يتطلب رؤية موسعة والتزاما طويل الأمد. السيناتور الديمقراطية جين شاهين: خلال السنوات القادمة أتطلع لمواصلة عملنا للحفاظ على وحدة متينة بين حلفائنا وتوسيع وتقوية التحالف والترحيب بأوكرانيا باعتبارها الحليفة 33 في الناتو. السيناتور الجمهوري دان ساليفان: منذ اجتماع حلف الناتو السنة الماضية أصبح العالم أكثر خطورة بسبب ما يقوم به بشكل مشترك ومتزايد الحكام الديكتاتوريون في روسيا والصين وإيران لتقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي ومصالح حلفاء الولايات المتحدة. على حلفائنا في الناتو القيام بالمزيد لمواجهة هذه المرحلة. علينا أن نبدأ العمل من أجل زيادة الإنفاق في مجال الدفاع أكثر من نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي تم الالتزام بها.